تحياتي ليك كابتن هيثم السعيد. بعد انتهاء مباراه الاهلي وسموحه وفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره جدا، الف مبروك لحضرتك وضيوف الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن احمد الجرح المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك. يمكن اداء اكثر من رائع خاصه في الكوارتر الثالث، يعني تقريبا احنا في الشوط الاول كله جبنا 32 بونت، الكوارتر الثالث لوحده احنا جايبين 34 بونت. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك وكابتن هيثم وضيوفه الاستوديو كابتن طاهر رجب وكابتن سرعاوي طبعا كباتن مصر. فطبعا الكوارترين الاولين كنا بعيد عن مستوانا تماما، ممكن تكون انت كسبان سموحه الماتشين اللي فاتوا بفارق سكور كبير، مع ان احنا نبهنا على الموضوع ده، لكن طبعا في الجزء الثاني من المباراه الكوارتر الثالث والرابع الاداء كان اكثر من رائع، اللعيبه نفذت تعليمات على اكمل وجه، كل ماتش عن التاني يعني بنحاول نصلح اخطائنا. بس طبعا الناس لازم تفهم ان احنا في اللي هو يعني الريجولر سيزون اللي هو رايح جاي ده، لازم كله يشارك كله ياخد فرص، مش هتقدر ان انت تبقى مثبت تشكيل معين تلعب بيه، ولازم تجهز كل الناس للمراحل الحسم اللي هي البلاي اوفز. فان شاء الله باذن الله مع وجود السكواد كله يعني الناس اللي يعني اللي رجعت من الاصابه ولسه سيف سمير ان شاء الله يرجع، وعمر عزب اتمنى له السلامه عمل عمليه الزايده، كل ما بنرجع وبنكمل كل ما الفرقه ان شاء الله ادائها هيبقى احسن باذن الله. يعني يمكن من اهم كمان مكاسب اللقاء يعني غير المكسب والاثنين بونت، اعتقد كمان مشاركه عدد كبير من اللاعبين، يعني طمنا بقى على الفريق بشكل كامل، خاصه ان احنا مقبلين على مباراه مهمه امام نادي الزمالك خارج ملعب. اكيد يعني مباراه الزمالك مباراه كبيره، بس زيها زي مباراه الجزيره زي مباراه الاتحاد زي مباريات كتيره، يعني احنا الدوري بتاعنا مليان ماتشات كبيره. ان شاء الله نبقى بنفس السكواد الموجود النهارده، وممكن سيف يبقى معانا ان شاء الله، واللعيبه كلها جاهزه. عمر عزب طبعا يعني هيغيب لفتره طبعا عمليه الزايده تقريبا شهر شهر واسبوع، اتمنى له الشفاء ان شاء الله ويرجع معانا زي الاول. ولكن عندنا قطاع ناشئين برضو بنصعد منه الاولاد، يعني زي كريم حاتم حضرتك شايفه النهارده، او مؤمن خيري وعبد الله ناصر النهارده، يعني اللي بدأ يستعيد جزء من المستوى اللي احنا بنتمناه منه، فان شاء الله خير وجاهزين للماتشات اللي جايه باذن الله. رساله بقى لجمهور النادي الاهلي اللي كان معاكم من بدايه الموسم ولف معاكم الدول العربيه كلها، ما بيسيبكمش في اي مكان، يمكن هو محروم شويه انه يكون معاكم هنا في مصر في المدرجات، لكن اعتقد انتم حاسين بدعمه. يعني جمهور النادي الاهلي ده طبعا فوق دماغنا، احنا بنلعب عشان نفرحهم، نفسنا نفرحهم في كل البطولات اللي جايه، نفسنا ان شاء الله الدوري فيه جمهور، يعني ان شاء الله كده الموضوع يتحل، وتقريبا الدوري هيبقى عن طريق تذكرتي النادي، يعني باذن الله يتعاقد مع تذكرتي وجمهور يبدا يخش الماتشات اللي جايه، لان فعلا احنا محتاجينهم في مدرجات، وجودهم بيدينا دفعه كبيره، وجودهم بيحسس اللعيبه، اللعيبه حاسه بمسؤوليه ان هي بتلعب في النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، لكن وجود الملعب وجود الجمهور في الملعب ده طبعا بيحسس اللعيبه بمسؤوليه اكبر، والجهاز وكل الناس ان لا لازم تدي المية في المية بتاعتك كل ثانيه في الملعب او في التمرين او في اي دقيقه انت موجود فيها جوه النادي الاهلي. شكرا كابتن احمد، دايما متوفقين باذن الله. شكرا، ميرسي، ربنا يخليك. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن احمد الجارح المدرب العام للفريق، دايما يا رب النادي الاهلي موفق باذن الله رب العالمين. يمكن حتى اكيد حضرتك شايف من خلف دلوقتي مفيش وقت على طول، كل يوم بطوله، كل يوم رياضه مختلفه، فريق الطايره بيستعد طبعا لمباراه الغد امام الزمالك باذن الله، ان شاء الله كمان نتمنى لهم التوفيق ومستمرين مع حضرتك وتغطيه المباراه ومزيد من اللقاءات باذن الله. كلمه كابتن هيثم اتفضل. نعم زميلي العزيز محمد توفيق، من لعبه اللعبه منافسات لمنافسات، زي ما شفنا في خلفيه يعني اللقاء محمد توفيق اللي بشكره عليه، وكابتن احمد الجارح المدرب العام الحقيقه ليه بصمه كبيره مع الجهاز الفني في الفريق الاول، شفنا فريق كره الطائره بيستعد في المران الاخير قبل مباراه الزمالك بكره ان شاء الله، واللي بناكد لحضراتكم ان احنا هنذاعها ايضا على شاشه قناه النادي الاهلي في تمام الساعه 8، والاستوديو التحليلي هينطلق في تمام الساعه 7 كما عودناكم، بقدر استطاعتنا هنكون مع ابطالنا ونجومنا في النادي الاهلي. مبروك النهارده النادي الاهلي، هارد لك نادي سموحه، ان شاء الله اللي جاي افضل، ممكن مباراه السله القادمه زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا في تصريح كابتن احمد الجرحي هي مباراه نادي الزمالك في صاله عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك في 100 عقبه.